الأهلي يتخطى النصر بهدفين لهدف واحد لوليد سليمان والتر بواليا ويتأهل لدور ال 16 لكأس مصر. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن، ألف مبروك. هي دي مباراة الكؤوس عشان اللعيبة تعرف وتفهم إن الكرة لازم نجري ولازم نتعب ولازم نكون عندنا شكل في خططي في دماغ كل لعيب، يعني كل لعيب نازل ملعب لازم يبقى عنده هدف هو نازل يلعبه، نازل يعمله، لازم يقدمه بأبسط الأمور وبأبسط الأشياء في إمكانيات وفرديات لعيبة النادي الأهلي يقدروا يخلصوا مباراة في كل مباراة يقدروا يخلصوها بهدف واثنين وثلاثة من أول شوط، ما يتحطوش في الموقف اللي حصل فيه ده. الكرة فيها كل حاجة، الكرة فيها كونتر أتاك، الكرة فيها عرضيات، الكرة فيها ممكن أنت تخدعك الكرة وتروح للاعب زي ما حصل كده للصعيدي وجابها فيه الجول سهل جدا وكانت ممكن تتكرر أو أي حاجة ممكن تحصل في الكرة. كل يوم إحنا بنكتسب الحقيقة إيجابيات وبنكتسب سلبيات في نفس الوقت، فيا رب يكون مدير فني النهاردة شاف إن الدفع بعض اللعيبة اللي هي غايبة كتير قوي عن الملاعب ممكن تعرضها للإصابة زي ما أنا قلت لك في أول الاستوديو. اللاعب لازم ياخد ويتدرج في الدخول للملعب، ما ينفعش اعمل عليه ضغط نفسي في مباراه في كؤوس، مباراه كاس مصر، يعني حتى لو مباراه في الدوري او دوري انت بتقدر تعوض فيه او بيحصل اي حاجه، انما مباراه النوك اوت دي اللي هي لازم يبقى عندك الشكل الطبيعي، الشكل الاساسي بتاعك، القوه بتاعتك الضاربه اللي هي بتخلص الحكايه كلها، وبعد كده تقدر تطعم لعيب واثنين وثلاثه. هو بص، مع احترامنا للمنافس ولكن الفوارق الفنيه كبيره، يعني ممكن تبتدي الماتش بعناصر تكون غايبه من فتره مثلا. ايمن انا بكلمك على الضغط اللي على اللاعب اللي هو بقاله فتره ما لعبش، زي وليد، زي ناصر، زي كهربا، زي كل اللعيبه اللي احنا بنشوفها النهارده وجوه جديده بقى لها شهور مش موجوده في الملعب. يمكن انا عجبني الباك ليفت بتاعنا احمد نبيل كوكا بشخصيته، الاداء لسه هيخش فيه وهياخد على اللعيبه، واسوا حاجه اللعيب صغير زي ده انك انت تخش في تيم الحقيقه التيم كله عندك ربيعه وسعد سمير وبيكهام، يعني هو حتى في شكل نعتبر ان هم راجعين للملعب تاني، يعني اللعيب يبقى واقف على حيله ويقدر يلعب معاك ويقدر يباص ويقدر يهاجم ويقدر يبقى عنده سمه ان هو موجود، دي حاجه كويسه. انما الهارموني بتاع اللعيبه كلها انا لازم يبقى في وضع تاني خالص لنص ملعب شكله عامل كده، لاين فيرود شكله حاجه تانية، التطعيم يبقى يعني واحده واحده، ما تبقاش كل العناصر تبقى جديده، يعني الكلام ده كان ممكن يحصل مع سيمبا ان انا العب بالفريق ده ضد سيمبا، ما عنديش مشكله انا وصلت خلاص وهكسب سيمبا، هكسب سيمبا مفيش مشكله. انما النهارده ده ديسايد، يعني ده ماتش ديسايد، لازم انا النهارده يبقى عندي ادام عندي القوه بتاعتي قاعده معايا على الخط بتاعتي، طب ما اخلص الجيم، وليه انا ابقى موجود في الموقف اللي انا شفته في الهاف تايم الثاني على اساس ان انا مش هقابل فرقه هتروح على الجول عندي، لا كل حاجه مشروعه في الكوره. فاعتقد ان احنا لازم الفتره الجايه دي كلها بقى يعني نحس بخطوره كل دور احنا بنروحه، لان احنا رايحين على دور الثمانيه في كاس افريقيا، رايحين على ان احنا عايزين نبقى الاول في بطوله الدوري، هنقابل عندنا تحديات كتير قوي لاسمك ومكانتك، انت بطل افريقيا وبطل مصر، يعني في كل حاجه انت بتطلب بالفوز يعني لازم نبقى مفيش مشكله ان انا ابقى عندي القوام الاساسي بتاعي جاهز جدا وعندي بعض اللعيبه اللي هي بتقدر تعوض من 20 ل 30 دقيقه. فده باذن الله يعني يكون ده هو الشكل والمضمون اللي نبتدي بيه وننهي بيه المباراه اللي جايه باذن الله. باذن الله رب العالمين. يمكن كابتن علاء الكابتن شريف اتكلم عن الفوز، هو فوز مستحق، ولكن تحس في بعض الاوقات انه يعني مقلق شويه، يعني هو مكسب والهدف اتحقق من المباراه، ولكن من خلال المباراه زي ما قال الكابتن احمد بلال مثلا في بين الشوطين ان انت كان ممكن تخلص من بدري قوي، ممكن تريح نفسك بدري قوي، انت حطيت نفسك الشوط الثاني تحت ضغط جامد جدا خصوصا بعد ما هم جابوا الجول. هو انت لازم كنت خلاص من المباراه وانا بين الشوطين من بدري، صح؟ يعني بقول لك انا الهدف جه في الوقت الضايع في الشوط الاول، تخيل يا ايمن لو انت طلعت 0-0 الشوط الاول شكل فريق النصر كان مختلف، كان برضه هيحاول وكده، حتى بعد الهدف فريق النصر بيلعب مباراه مش باكل حاجه خالص، بالعكس هو بيلعب ضد النادي الاهلي وبالنسبه له حاجه كويسه، صح؟ زي كل الفرقه بتلعب مع الانديه الكبيره، فهو مش فارق معاه حاجه، الفرقه مش فارق معاها حاجه دي ايمن، لازم تبقى فيه نسبه قلق منها عشان يعني تموت القلق ده
لازم من بدري هدف واثنين وثلاثة. أنت كده الموضوع بالنسبة لك اتحسم تماما تماما اتحسم. لكن ما سيبش مباراة زي ما توديني في النهاردة. بص يا عم يعني سيبك من المباراة واللي حصل فيها النهاردة. في حاجة غريبة جدا في النادي الأهلي كله. أنا مش حاسس إن في حد في الملعب قائد في الملعب. حاسس إن اللعب إلى حد كبير ارتجالي. يعني جت فترة في الشوط الثاني بنلعب كور طويلة. أيوه. كور طويلة وأنت غالب وأنت لسه 1-0. أيوه. ليه؟ لازم حد في الملعب يتكلم يا جماعة الكورة على الأرض أنا غالب 1-0 وأنا النادي الأهلي بلعبتي حتى لو اللعيبة بقى لها فترة بعيدة عن الملعب بس في الآخر أنت ده كلهم نجوم. يعني حتى يعني معلش مع احترام الكامل لكل اللعيبة الموجودة أنت نجم في النادي الأهلي. راجع بقى لك فترة مش بقى لك فترة لكن ما ينفعش يبقى هو ده أدائك. طب هل الكور الطويلة دي نبع من فكر اللاعب نفسه ولا ممكن تكون تعليمات مدير فني من بره؟ لو فكر اللاعب نفسه يبقى لازم حد يتكلم من بره يلعب كرة على الأرض أنا غالب 1-0 وأنا مش بلعب كرة طويلة. وألعب كرة طويلة ليه؟ يعني هلعب كرة طويلة ليه؟ إيه الداعي ليها يا أيمن؟ ماليش خالص أنا غالب 1-0 وبالعكس أنا لو الأمور أنا لو أديت ال 45 دقيقة الثانية بهدوء وكرة على الأرض ولعبت واستخدمت الكلام كويس قوي هتلاقي الأمور أسهل بكده بكتير. كرة طويلة أيمن 50-50 ودايما مدافع ليه النسبه الاكبر 70 لان هو شايف الكوره فاسهل حاجه عنده يروح طالع لعبه بدماغه. اخذت الكوره الثانيه ما اخذتهاش انت دايما داخل في صراع. بص المشكله انت خليت الشوط الثاني كله او اغلبه صراع باللعب ولعب. طب وليه وانت بعيد كل البعد عن الصراعات دي؟ انت عايز لعيبه كلها تطلع سلام تطمن على لعيبتك والمباراه تكسب المباراه خلاص. انت غالبا اللعيبه طالعه من الشوط الاول مش مقتنعه مش مبسوطه من نفسها لان الشوط الاول ايمن لعب بتحس لعب مش جماعي لعب فردي كل واحد بيلعب اللي في دماغه اللي كابتن شريف كان بيقول عليه دلوقتي مش يعني مش في الاخر احنا كل واحد بيلعب عشان شكل النادي الاهلي شكل التيم نفسه ايوه انما لعب فردي كل واحد من دماغه ده ما ينفعش خصوصا ان في لعيبه بقالها كتير ما لعبتش جنب بعض وده محتاج شويه هدوء شويه بكره اسهل من كده أيوه. الكره اهدى وابطا من كده. الشوط الاول ريتم سريع جدا بدون داعي يعني. خالص انت دخلت في ريتم سريع وصراعات مع فريق النصر انت لازم كنت بعيد عنها كل البعد. بص يا ايمن طول ما في صراعات في الملعب مفيش فروقات هبان ايوه ما انا انت لعيب وانا لعيب لما نخش في صراع مع بعض على كوره انا برضو عندي روح وعايز العب وبجري عشان شكلي يبقى كويس. انت ليه دخلت اللعيبه بتاعتك في صراعات لازم يبقى انت شكلك دايما 2-1 زي ما بتشتغل كده يعني في كوره عملها محمود عبد المنعم في الاخر خالص ضيعها بواليا سهله جدا حلوه كوره اتلعبت حلوه هجمه مرتده كويسه تعادت من الشمال لليمين شايف رؤيه كويسه قوي رؤيه النهارده انت ناقصك النهارده الشوط الاول رؤيه صحيح. رؤيه وهدوء الامور اتصعبت بعد الهدف اللي دخل فيك من النصر صح. هدف على فكره هدف حلو قوي جميل. معمول جمله حلوه قوي معموله ما ينفعش اولا مبدئيا ما ينفعش تعمل فيك صح. دايما تقيس دايما المباريات دي على مباريات اصعب على خصم اصلا يعني بص الكره معموله حلو قوي الباك ليفت اتعملت بالعرض جامده جدا وفي واحد على القريبه وواحد على البعيده كمان لازم احمد نبيل كان لازم يبقى قدام اللعيب ده اللي هو الصعيدي كان لازم احمد اللي ورا ده لازم كان يبقى هو اللي ورا ربيع او سعد سمير كاخر واحد في الملعب ده طبيعي على فكره والمشكله اتفضل وخلي بالك ده كمان متاخر يا كابتن بص امن اخر واحد عندنا اخر واحد بص امن رامي ربيع وسعد سمير بيجري وشهم على علي لطفي مبدئيا غلط لازم الاكتر واحد عنده الرؤيه صح احمد نبيل أيوة. لانه لو رجع في المكان اللي عليه العلامه دي كان يبقى خلاص كده أيوة. التمريره دي كان هو يطلعها بره لكن هي في الاخر لعبه اتعملت حلوه قوي الحاجه اللي مش كويسه قايمه في الكوره دي الكوره دي اتكررت فيك كتير حتى مع الفريق بتاعك الاساسي اتكررت فيك كتير هي كره عكسيه والتغطيه العكسيه دايما بتبقى متاخره أيوة. دايما الكوره دي بتتكرر فيك لكن هدف حلو قوي جابه النصر خلاص بعد الهدف ده غصب عنك انت كلاعب وبقالك فتره بعيد عن الملعب هتبدا تقلق لان دي مباراه كؤوس أيوة. وبعدين النصر عادل معاك 1-1 في هجمه عمل عليك الشوط الثاني وانت بقالك كتير بره اتفضل طب هو الخطا المتكرر ده نتيجه تنظيم دفاعي خاطئ مثلا تنظيم دفاعي خاطئ التغطيه العكسيه عندك دايما يا ايمن نفس الهدف ده كتير قوي كرر جه فينا انا فاكر احمد سيد زيزو جاب فينا الهدف ده في الزمالك كره بالعرض كره بن شرقي كره بالعرض تغطيه كانت متاخره من علي معلول هدف الحاجات دي لازم تتعالج وتعالج بسرعه التغطيه العكسيه لازم تعمل الحاجات دي انا ما بتكلمش عن مباراه النهارده خالص مباراه النهارده لا تعنيني بشيء بس في دروس مستفاده طب ما انا عشان كده بقول لك مع احترامي الكامل لفريق النصر الطبيعي انك تكسب وتكسب كتير لكن ماشي
مباريات اللي زي دي انا كمدير فني استفاد منها. ايوه استفاد النهارده في اخطاء حصلت لازم انا استفاد منها، كله بقى بيستفاد. نفس الكلام اللعيبه اللي لعبت النهارده، في لعيبه النهارده لعبت لكن مش هو لعبها، تحس ان هي تحت ضغط بيلعب مش كفريق. أيوة. النهارده يعيب النادي الاهلي انك بتلعب مش شكل فريق، مع ان الاوقات القليله قوي لما بتلعب فيها كفريق شكلك هايل وتلاقي بعض كويس قوي بتحرك، لان طبيعي جدا انت احسن في كل حاجه، تحركاتك في مهاراتك في شغلك الجماعي في شغلك الفردي، هو ده اللي انا كنت بدور عليه النهارده. لكن نتيجه المباراه ماشي، نتيجه المباراه مباراه كؤوس وكده والحمد لله كسبت، لكن انا يهمني النهارده يعني عوده النهارده ناصر ماهر ادى، سيبك من الفنيه لسه ما وصلش ناصر، لكن لعب شويه كويسين بتدخل واحده بدنيه في فورمه مباريات النهارده. وليد بتمنى ان شاء الله تبقى ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله تبقى صعبه بسيطه يعني كويس. اكرم نفس الكلام يعني، هي دي بس خسائرك النهارده، لكن ناصر رجع تاني الملعب، طار واخد المباراه كلها النهارده، صلاح محسن، كهربا، مروان، يعني الناس كلها كانت بتلعب على فكره. لكن النهارده الدروس تاخدها المباراه النهارده، الاخطاء اللي بتحصل في المباريات السهله دي ما ينفعش تحصل مباراة صعبه، مباراة حاسمه، لازم الحاجات دي تتعالج. قصدك ما تعديش ما تعديش، لازم الحاجات دي تتعالج وتعالج بسرعه. لان انت في وقت هتغلط غلطه كده تبقى العقاب او العقاب جامد شديد عليك شويه. لكن في الاخر مبروك ومباراه وعدت بحسناتها بسيئاتها. ودايما انا بقول الفرقه الكبيره عايز توصل لمرحله يعني الكمال نفسه دايما صح اخطائك انت، كل ما هتقلل اخطائك ايمن كل ما تبقى انت الاحسن. صحيح. دايما الفرقه باخطاء قليله هي الفرقه الاحسن دايما. فالنهارده مبروك، ويعني بتمنى ان شاء الله يبقى الاداء القادم احسن بكتير يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، يمكن النادي النصر قلنا بين الشوطين ما كانش ليه وجود الهجومي في الشق الهجومي الشوط الاولاني، ولكن كابتن علاء قال حاجه، قال ان كان في بعض الفرديه الشوط الاولاني من لعيبه النادي الاهلي، كان في اهداف ضايعه من النادي الاهلي كان ممكن ينهي الماتش في الشوط الاولاني، ما دخلش الفرقه معاك. فالمفروض الشوط الثاني، انا لما بكون لعيب مش راضي عن نفسي الشوط الاول او ادائي ما كانش كويس الشوط الاول، بنزل بحاول الشوط الثاني ابقى احسن من الشوط الاولاني، ولكن اللي حصل العكس النهارده. خلينا نسمي الحاجه بسميات الطبيعيه. ماشي. مباراه كاس بتعني ثلاث حاجات، عند المدرب وعند اللاعب وعند النادي. تعال نتكلم عن النادي الاول. النادي عاوز يخرج عن اي مفاجآت وعاوز يتخطى ويروح للدور اللي بعده. ماشي. المدرب بيبقى عنده هدفين، يكسب ويتخطى وفي نفس الوقت يجهز لاعبين لمباريات قادمه. ماشي. اللاعب نفسه بقى عنده هدف واحد، انه ما كانش بيلعب فهو عاوز يلعب كويس علشان يقول للمدرب ان انا ما اقعدش واحجز مكان مع الناس الاساسيين. استحق. مظبوط. احنا الثلاث اشياء اللي احنا بنتكلم عليهم ده هي دي مباريات الكؤوس، مع تحدي اخر اللي هو كل سنه وانتم طيبين رمضان، ده تحدي تاني في حته الشغل في مباريات الصيام. خلي بالك انت في بدايه مباريات صيام فيها شغل كتير قوي للمدرب، ممكن يكون في مدرب بيشتغل عليها كويس قوي وفي مدرب بيشتغل عليها مش كويس. ليه؟ الحاجه المهمه انك انت في التغذيه بتاعتك والشغل بتاعك، فبينزل اللعيبه ممكن ده تاني يوم في رمضان ممكن ما يكونش اللعيبه استوعبت حته الانرجي والحاجات اللي بتتاخد لرمضان وشغل المباريات اللي بعد الفطار، ودي حاجه مهمه جدا. أي. وده ودي مدرسه كبيره وده علم كبير يا كابتن في. صحيح. التدريب لازم الناس تبقى عارفينه. وكمان عاوز اقول لك حاجه، اول 10 ايام في رمضان غير ال 20 يوم غير ال 30 يوم ليها شغل اخر. فعلشان كده اللي عاوزين نتكلم فيه ان النادي الاهلي النهارده الثلاث اشياء اللي اشتغل عليها كنادي وكمدرب وكلاعبين، مبروك ان كل واحد كسب فيهم وتخطى بغض النظر عن الاداء بتاع اللاعبين. تعالى نتكلم على اداء لعيبه، اللعيبه ادائها فردي، لازم تعرف انه اكتر من لاعب النهارده المفترض ان هو بيقدم نفسه، في واحد اتعور اكرم توفيق، واكرم توفيق ما يعتبر من اللعيبه اللي هو بيستخدمهم موسيماني كويس قوي، ممكن بيديله يعني ما يبقاش لعيب احتياطي بعيد عن اللعب. برضو عندك طاهر محمد، طاهر من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي وبيشتغل كويس، انت عايز تديله ثقه مباريات ونفس مباريات وشغل مباريات زي بواليا زي كهربا. انت بتتكلم على الجزء الثاني، لكن الجزء الاولاني في المباراه افتكر ان مثلا حاجه زي اللعيب الباك ليفت اللي لسه بادي اول مباراه ليه
اللي هو كوكا اول مباراه لي، فاعتبر ان يعني انا بعتبره نجاح لانك انت بتقدم لاعب، ولكن لسه بس الحكم صعب عليه. لا ما نحكمش عليه، ما هو ما فيش حكم يا كابتن في الحته بتاعت الاهداف اللي انا بكلمك عليها، الثلاث اهداف دي. لكن في اخر الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ودي حاجه مهمه جدا، المكسب النهارده بتاع النادي الاهلي خلاك تبعد عن الحته اللي هي ايه المفاجاه اللي هي الكؤوس بتتلعب ومش عايز اداء، انت بتتخطى الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، الا لما بتلعب بقى فرق في نفس مستواك، مع احترامي فعلا لفرقه النصر اقل منك كتير، ولكن النادي الاهلي النهارده تخطى الفرقه، تخطاها بشكل عايز اقول لك موسيماني ممكن يكون هو اللي هيبقى سعيد بيه ولا مش سعيد بيه، هو اللي هيشتغل عليه، هو اهدافه اللي حاططها وصل لها ولا ما وصلهاش هو ده اللي عارفها. لكن احنا بنتكلم كمحللين، انا شايف انه مباراه كاس فده الطبيعي ان بيبقى في المستوى ده يعني. طيب كابتن بلال، انت حضرتك بين الشوطين طالبت اللعيبه شويه بالهدوء بعض الشيء، ولكن الهدوء زاد شويه الشوط الثاني. سمعوا كلامك زياده. لا بص، انا عايز يعني اتكلم الاول عن المباراه بشكل عام. سمت مباريات الكؤوس كده، دي سمت مباريات الكؤوس، خاصه لما بتلعب الفرق الصغيره. انت بتلعب قدام فرقه كل يعني اهم حاجه بتمتلكها السبيريت، الروح. انت بتلعب فرقه روح قتاليه عاليه جدا، مباراه بالنسبه له مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، بيبذل فيها يعني اقصى مجهود بالنسبه له، ممكن يتعدى كمان المخزون البدني اللي موجود عنده، ممكن يتعدى بمراحل كتيره جدا جدا. فانت بتشتغل على الفنيات قدام الروح القتاليه العاليه اللي قدام الفرقه الثانيه. وسمت ايضا مباراه الكؤوس ان النتائج ممكن تطلع بالشكل ده، لان هي بتبقى فيها ايجابيات وسلبيات. من السلبيات بتاعتها ان انت بتشتغل بتيم ممكن يكون تيم جديد، ما لعبش مع بعض، ما فيش انسجام، اللعيبه ما لعبتش مع بعضها كتير، فبالتالي هي مش حافظه بعضها في الملعب. في بعض من الاوقات او في كتير من الاوقات بالنسبه للعيبه العاديه، اللعيبه اللي بتلعب مع بعض كتير، بتبقى انت حافظ اللعيب، حافظ تحركاته، عارف المميزات بتاعته، عارف العيوب، عارف هدي مثلا شريف عن يعني سبرينتر، فهدي له الكره في المساحه الطويله، عارف ان مثلا ديانج بيشتغل عرض كتير، يعني في حاجات قصدك التوليفه او التشكيله بتبقى حافظه تمام. فالسلبيه بالنسبه لك ان انت بتلعب لعيبه عايز تجربها كمدير فني، عايز تجرب اللعيبه دي وعايز تكتشفها وعايز ان انت تحطهم وعايز ان انت تجهزهم، حاجات كتيره جدا. ممكن ادائهم ما يبقاش بالشكل الكبير اللي احنا المطلوب، ولكن الاهلي النهارده لما نيجي نبص برده للايجابيات هنلاقي ان انت النهارده قدرت توصل للمرمى اكتر من فرصه محققه، كان ممكن تسجل اكتر من هدف، حاولت بكل الطرق من على اطراف الملعب من القلب، عملت جمل تكتيكيه كانت واضحه لو ترجمت لاهداف كان ممكن يبقى الشكل مختلف تماما. لان انت في الاول وفي الاخر في ماتشات الكؤوس انت بتقيم بناء على النتيجه في اوقات كتير، يعني النهارده الاهلي كسبان 2-1، فاحنا شايفين ان المباراه كان ممكن تبقى مباراه معقده، ولكن بالنسبه للفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي انا من وجهه نظري بشوف انها كانت مباراه سهله جدا، وكان ممكن تنتهي بنتيجه 4-5 اهداف محققين. الشوط الثاني يمكن من الدقيقه 75 لحد الدقيقه 96 او 94 نهايه المباراه، والتر بريليو مضيع اهداف، كهربا مضيع اهداف، محمد شريف راح جات له فرصه كان ممكن يسجلها، طاهر محمد طاهر في فرصتين واحده بصاها الثانيه كان ممكن يسجلها هدف، ففي اكتر من فرصه. انت طبيعي يا كابتن، طبيعي 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 ان الفرص كلها تضيع، وطبيعي ان في اخر 10 دقائق انت شكلك كده، بس في النهايه انت طلعت 2-1. 2-1 بس انت كان عندك فرص كان ممكن تسجل. قصدي اقول يا كابتن علاء ان الامور تعقد او كانت واضح ان هي معقده، لان انت اضعت الاهداف، لو سجلت اهداف ممكن سهل على نفسك، كانت الامور كانت هتبقى يعني كان السكور كمان هيخلي المباراه راح في حته ثانيه خالص. يعني النهارده احنا بنتكلم من الزمالك كسبان 3-1، احنا مش شايفين مباراه الزمالك، ولكن 3-1 يعني بتوحي يعني ظاهريا ان الزمالك عامل مباراه جيده. النهارده ترجمه الاهداف بتاعه النادي الاهلي، لو سجلت الاهداف اللي اتيحت دي وهي كانت فرص سهله جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كان ممكن نروح ل 4-1 و5-1، وكان ممكن نقول ان المباراه دي كانت سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب هنروح بقى زي ما انت كنت بتقول لنا، هنروح لزميلنا محمد توفيق ومعاه لقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ومن بعده نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن ايمن مره تانية بعد انتهاء مباراه الاهلي والنصر في دور 32 من كاس مصر وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. يسعدنا يكون معانا كابتن سامي قمصان مدرب عام فريق النادي الاهلي. يعني كابتن سامي الف مبروك الفوز، يمكن مباراه الكاس دايما بيبقى فيها مفاجات ومباراه صعبه، لكن الحمد لله خرجنا بالهدف المأمول وهو التاهل الحمد لله.
طبعا تحياتي كابتن ايمن، وكل سنه وهو طيب ورمضان كريم علينا وعلى جميع المسلمين. زي ما انت قلت مباراه طبعا كاس دايما كده بتلاقي فيها صعوبه وكده، لكن الحمد لله ان انت برضو بتقدر تتغلب، فاعتقد الحمد لله نتيجه الحمد لله مهمه بالنسبه لنا، وعدينا الحمد لله دور مهم بالنسبه لنا الحمد لله. كابتن برضو اكيد في يعني اثناء التفكير في المباراه اكيد برضو في تفكير في مباراه الزمالك، ده ممكن يكون واخد من تركيز اللعيبه شويه، خاصه انكم اديتوا اكتر من لاعب النهارده فرصه في المشاركه. لا بالعكس، اللعيبه اللي النهارده معظم اللعيبه اللي النهارده ما كانتش بتشارك بقى لها فتره كبيره، ادت مباراه مميزه برضو. نفس علي لطفي، سعد بقى له فتره كبيره، ناصر بقى له فتره كبيره، النهارده كوكا برضو اول مره بيشارك، فتغييرات كتيره برضو في الفرقه. اعتقد يعني بتاخد وقت شويه لما بيبقى في حاله انسجام يعني، لكن الحمد لله ادوا اداء مرضي بالنسبه لهم. لكن التفكير كان مهم جدا النهارده ان احنا نعدي دور، وده الاهم بالنسبه لنا الحمد لله اللي احنا عديناه. عندنا مباراه بقى مهمه ومباراه صعبه ومباراه قمه كالعاده يعني، ان شاء الله نركز فيها كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت في اكتر من لاعب النهارده بيشاركوا لاول مره منذ فتره طويله، اعتقد كان في اكتر من لاعب النهارده ادى اداء اكثر من رائع. يعني اهم التعليمات اللي قلتها في اوضه اللبس قبل بدايه المباراه للاعبين اللي بقى لهم فتره ما شاركوش او اللاعبين اللي بيشاركوا لاول مره. عادي، تعليمات عاديه، ولاعيبه كبيره ولاعيبه مميزه ولاعيبه عندها خبرات يعني، سعد سمير، علي لطفي، ناصر ماهر، النهارده ناس كتيره كانت بعيده عن المباريات. يعني مهم جدا ان انت بتجهزهم كويس، مهم ان انت بتكلمهم ان هم يحاولوا يبدا المباراه بالسهل ويبدا يخش المباراه واحده واحده، يقدر يلعب طبعا المباراه بالكامل عشان برضو تبقى من الناحيه البدنيه كويسه بالنسبه له. واحد زي كوكا النهارده بيشارك برضو في مكان بقى له فتره جدا كبيره جدا يعني ما بيشاركش فيها، لكن النهارده اعتقد ادى اداء مميز بالنسبه لاول تجربه ليه يعني. ومهم جدا ان انت برضو تجهز لعيبه صغيره وتديهم فرص وتديهم دوافع اللي هم يقدروا يلعبوا ويقدروا يكملوا مع اللعيبه الكبار الموجوده. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره من المباراه يعني، لكن طبعا اسوء حاجه حصلت لنا النهارده طبعا اصابه اكرم توفيق يعني، اتمنى ان شاء الله تكون بسيطه، ان شاء الله يرجع لينا يبقى قوه بالنسبه لنا. اننا عندنا برضو حمدي فتحي وسلسله الاصابات اللي هي الفتره الاخيره ديت مأثره علينا طبعا ومأثره على شكل الفرقه يعني، لكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللي احنا ان شاء الله اللعيبه تتعافى وترجع ان شاء الله اسرع ان شاء الله. كابتن سامر، رؤيتك للفترة المقبلة خاصة في توالي المباريات، كل 72 ساعة تقريبا مباراة مع الصيام كمان والضغط ده، شايف الفترة الجاية ازاي ان شاء الله؟ يعني صعوبة طبعا كبيرة جدا يعني، انت بتلعب حوالي يعني احنا لعبنا النهاردة وهنلعب الزمالك 18 وهنلعب 21 وهنلعب 23 وهنلعب 27 وهنلعب 3، فاعتقد يعني مباريات كبيرة جدا وكثافة مباريات كبيرة جدا. اتمنى ان شاء الله اللعيبة ان شاء الله يعني تكون مركزة اكتر وتكون عندها تصميم اللي هي تعدي الفترة ديت، لانها فترة مهمة جدا وشهر مهم جدا بالنسبة لنا. عندنا بطولات، عندنا ماتشات مهمة جدا يعني، بداية ان شاء الله ماتش الزمالك، فان شاء الله نركز اكتر وان شاء الله يكون عندنا دوافع اكبر وان شاء الله نحقق ان شاء الله فيها نتائج مرضية لينا ولجمهورنا ان شاء الله. مرحب بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كابتن علاء يتكلم عن الدروس المستفادة من مباراة اليوم من وجهة نظرك. بص كابتن ايمن، احنا الفترة اللي احنا فيها دي والفترة اللي جاية فترة فوز فقط، يعني ما تكلمنيش بقى عن يعني اداء، يعني ما تكلمش عن اداء ولا لا لا ما تكلمنيش عن اداء، احنا لازم نكسب كل المباريات اللي جاية. يصاحب ايه بقى كلمة نكسب كل المباريات اللي جاية؟ يصاحب اسلوب اللاعبين، خدت بالك ازاي يوصلوا للمرمى، ده شغل جهاز فني بقى بحت، نوعية لعيبة، تاكتكس جوه التدريبات كتير قوي. انت بتوصل كتير، هو بيوصل بس بيضيع يا كابتن. هي المشكله لا بيوصل كتير قوي يا كابتن شريف، الترجمه بس. هقول لك حاجه علاء، انا وانت دلوقتي كنا بنتكلم على ايه؟ يعني ايه رامي ربيعه يمسك الكوره ويروح لاعب كوره طويله لحد هناك في اخر بتاع؟ ايه السبب؟ سبب ان مفيش حد بينزل يطلب الكوره، السبب ان كل الناس كل واحد اللي بياخد يمين وبياخد شمال. لا بس انت وصلت النهارده كتير كتير قوي. انت بتلعب بس انت بتلعب كمان مع احترام يعني فرقه النصر، انت بتلعب فرقه تقدر توصلك في اي وقت لو انت بتلعب الكره السهله. اتكلم على التهديف يا كابتن شريف، اهم حاجه الفرويد اللي هو ما بيضيعش جوان كتير، كلنا اتكلمنا على ان احنا بنضيع جوان كتير. لا هو مش ماتش النهارده هو حاجه متكرره، هي بقالك فتره بتوصل كتير قوي، لكن ال النتيجه بتاعتك ايه؟ بص يا علاء هقول لك على حاجه، علاء في سرعه النهارده كلنا اتكلمنا واتفقنا عليها ان في نهاية الهجمه في سرعه غريبه جدا. انا اللي عايز اجيب الجول، لا لا قصه انا اللي عايز اجيب الجول وانا اللي عايز ابقى موجود وانا اللي عايز استغل ان انا موجود وفي ناس قاعده بره، انا الكره بتجيلي وفيها ايه لما اجرب زي صلاح محسن مثلا جات له كورتين، لو بص لقى شاف
وليد سليمان جنبه كده عملها له بالراحه زي عايز يجيب جول. زي الكام كوره اللي انتوا اتكلمتوا عليها في تاني تايم. هي احسن واحسن كره عملت حلوه قوي بتاعه كهربا مظبوط لبواليا صحيح. والاولانيه بتاعت وليد وليد في الشوط الاول هايله طبعا. وليد طاهر انا بتكلم على هذا الشكل يبقى في التدريب كل اللعيبه واخده على ده كل ده واخده على ضغط ازاي زي ما احنا كنا بنتمرن كنا بنعمل تاكتكس في الملعب ابص الاقيه تاني يوم المدرب ماسكنا نشوف المدرب ماسكنا بنلعب ازاي عرضيات واحد جاي واثنين طالع واحد طالع لفوق واثنين جاي واحد على القريبه واحد اللعيبه دي محتاجه انها تحس بشكل المباراه من اولها لاخرها بمعنى ان انا ما ينفعش افضل العب الشوط الاولاني على طول بضيع اهداف مثلا او بوصل للملعب انت هتقابل فرق اقوى من كده كتير قوي في افريقيا انا بكلمك بجد يعني صحيح. الفتره الجايه دي اللاعب نفسه لازم يشتغل على نفسه مش كل حاجه هفضل اقول المدرب هيديله التاكتكس هيديله المعطيات هيديله الطلبات هيديله يقول له انت هتلعب لا لازم تلعب كده هيصفر لي مره واثنين وثلاثه للبطء في التفكير لسرعه الاداء هو بقى التوليفه والهارمون اللي الكباتن كانوا بيتكلموا عنه ازاي بينزل التيم اللي يقدر يساعد نفسه ويقدر يعمل الاطراف تطلع ونص الملعب بتاعه يبقى جاهز والبدائل تبقى بدائل معروفه وعندها لياقه بدنيه كويسه الناس بتاعت التحمل والحاجات دي بتبقى شغل جامد جدا الفتره الجايه انك مطالب يعني خط دور الثمانيه في افريقيا ماتشات كاس مصر انت المفروض تروح كل تلم في كل كام يوم مطلوب منك فوز انا عندي دلوقتي الفتره دي الفوز فقط الفوز فقط ده عن 1 2 3 4 اللاعب لازم يشتغل على نفسه معسكر على نفسه لازم يتفرج النهارده ويشوف ان هو ممكن يتعرض لفرق اكبر من كده ممكن يحصل فيها مشاكل كتير هو اللاعب لازم دلوقتي يلم نفسه ويجيب نفسه مع طبعا الاجهزه الفنيه اللي هي تقدر تحضر كل الفرق ويا رب يعني يكون كلامي واضح ومفهوم لان احنا النادي الاهلي الحقيقه النادي الاهلي عايز الفتره الجايه شغل اكتر من كده بكتير قوي المطلوب الفتره الجايه في خلال الفتره البسيطه اللي جايه كابتن علي يعني احنا مثلا بنتكلم على شهر رمضان شهر رمضان تقريبا في 9 مباريات للنادي الاهلي المطلوب من الجهاز الفني يعمل ايه الفتره اللي جايه مع الغيابات والاصابات الكتيره اللي في فرقه النادي الاهلي مش مطلوب حاجه ايمن انت بتحاول النهارده تحضر البدائل اللي انت ممكن تستخدمها في المباريات القادمه لانك عندك اصابات واصابات كتيره جدا لكن في ناس موجوده وممكن تؤدي كويس جدا مش بنفس الراجل موجود لكن هيأدي وهيأدي كويس لانك دايما النهارده يعني النهارده كابتن شريف بيتكلم على الناس اللي بادئه وكده مع كل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده كنت ممكن تطلع 4-5 ايوه انك وصلت كتير جدا ايوه يعني المشكله بتوصل كتير قوي بس هي المشكله مش النهارده انهاء الهجمات هات اي مباراه يا ايمن قبل مباراه النهارده وتفرج على كم الفرص اللي بيضيعوا لعيبه النادي الاهلي اي اقل مباراه بتطلع 3-4-5 بما فيهم مباراه افريقيا اللي كنا بنتكلم عليها كابتن شريف انت عندك دايما اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي بص كره سهله جدا لان الكره حلاوتها انك عملوا حاجه بسيطه جدا في كره القدم شايفين بعض شافوا بس هي الكوره كلها ازاي اشوف زميلي دايما الكوره معايا بس الحركه كويسه قوي ازاي اشوف اللاعب الثاني دي فرصه ضايعه برضه ما انا بقول لك ببص ايمن هو كان بالله بيتكلم في حاجه النهارده انت وصلت كتير قوي مع ان سيبك من الاداء مش مقنع ما علينا خليها على جنب لكن مع كل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده كنت ممكن تطلع 4-5 ما كانش حد يتكلم على حاجه خالص يقول لك النهارده الاهلي عمل النتيجه عاليه جدا وكبيره جدا الفوز بيتكلم عليه كابتن شريف بس فوز 5-1 مثلا غير 2-1 2-1 يقول لك بس دي هتسمع كلمه بس عارف انت علي انت معايا احنا محتاجين نبقى اجريسيف اكتر من كده مش لا مش اجريسيف اكتر من اكتر من كده في الاداء مش حته يعني لا مش حته يعني اجريسيف في الاداء يعني انت المشكله في انهاء الهجمه انت بتعمل كل حاجه الى حد كبير صح لكن انهاء الهجمه يعني كره طاهر في الشوط الاول تخلوا جول هايله وكره وليد ادي 2-0 كم بقى الفرص اللي بنتكلم عليه بلا في الشوط الثاني صحيح على الاقل يا كابتن شريف تطلع 4-5 فهي زي ما بقول لك انا انهاء الهجمه بس وانت قلت حاجه حلوه قوي ان اللاعب اللي هو جاي من ورا ده يبقى عارف امكانيات الفيرود بتاعه ازاي يديله الكوره على قد الامكانيات بتاعته ازاي يستغلها كابتن عادل نتكلم على التغييرات ديانج مكان اكرم توفيق ده طبعا تغيير اضطراري تمام بواليا مكان سليمان برده كهربا مكان صلاح محسن تمام يمكن الاثنين الاولانيين في اصابه ماشي يمكن ما كانش هيتغيروا بس هي الاصابه كهربا وصلاح محسن اقدر اقول لك انه الازمنه كويسه لصلاح علشان ما بيلعبش كتير وكهربا ممكن يرجع برده قفشه ونصر ماهر دي يعني كانت في الدقيقه 8 يعني في الدقيقه 71 كويس في الدقيقه 71 يعني فيها 20 دقيقه لعبوا محمد شريف ومروان برده في الدقيقه 71 اقدر اقول لك
يعني الازمنه كويسه. لكن ارجع بس لحاجه مهمه اللي الكابتن علاء اتكلم فيها ودي حاجه مهمه جدا اللي هي بتاعه التهديف. ايوه بص يا كابتن ايمن انتوا كنتوا هدافين وكنتوا فراوده. ال- 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 الهداف او اللعيب اللي بيجيب جون بيعمل حاجتين، عنده حاجتين. الحاجه الاولانيه الاليه عنده زايده قوي انه بيجيب جون. لو انت مسكت مثلا احمد بلال مسكته وقلت له يا بلال انت جبت الجون ده ازاي، مش هيعرف لانه هي الاليه. بلال كان يعمل كده يجيب جون، انت فاهمني، انت كده بتعمل كده محضر نفسه بيجيب جون. الاليه اللي هو دي بتيجي في التمرين، دي بتيجي مش عارف ازاي كابتن. انا عارف طبعا، انا عارف لا طبعا اكيد يعني لا الاليه بتعمل ايه قراراتك انك انت لو مسكتك في نفس الوقت اللي انت بتجيب فيه الجون مش تعرف انت جبته ازاي. اقول لك ازاي الاليه ما هي الا ايه. انا مثلا بمر اللعيب على الجون 30 كوره، انا بحسب له اخر 10 كور، لانك عمرك كفرويد ما بتلعب على الجون وانت مرتاح. انت بعد 20 جون، بعد 20 كوره هتلعبها، يبقى عندك الباور بتاعك 20%. من هنا اقدر احسب لك نسبه تهديفك، هل انت بتجيب جون ولا لا. لان ممكن الاجهاد ما يخلكش فرويد تجيب جون، ممكن عدم ذهنك صافي انك انت ما تعرفش تجيب جون. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك انك انت علشان التحدي بتاعك كأنك فرقة كبيرة انك تجيب جون والتاني والتالت، لانه لازم لعيب النادي الاهلي يحرز اول فرصة والتاني عشان يخرج الفرقة من البلان الاول للبلان التاني عشان يقدر يلعبه. كل الفرق بتيجي تلعبك دفاع منطقة، عشان كده الجون البدري اكتر مباراة النادي الاهلي كسب فيها 5 و6 و7 لما بيجيب اول 5 دقائق جون او اول 6 دقائق جون مع فرقة كانت بتدافع معاك وبعدين تبدأ تلعبك هجوم فتفتح خطوطها تقدر تلعبك تكسبك. لكن في الاخر اقدر اقول لك التغييرات اللي انت اتكلمت عليها كابتن ايمن واقعيه جدا. الحته اللي انا قلتها لك وما زلت بقولها، المدرب في مباريات الكاس هو اللي بيحط اهدافه وهو اللي بيقيم اهدافه، هل نجحت اهدافه ولا لا. صحيح. عايزين نطمن الجمهور النادي الاهلي عن اكرم توفيق. اكرم توفيق بعد ما عمل اشعه طلع على لسان الدكتور احمد ابو عبله كدمه قويه في الذراع، وبكره هيخضع ان شاء الله لفحص طبي علشان نقدر نقول يعني ينزل تمرين ولا هياخد فتره في العلاج. يعني كابتن احمد كلمنا عن بعض السلبيات، عايزين نتكلم اخيرا يعني عن بعض الايجابيات. لا في مباراه الكؤوس مباراه النوك اوت الاجابات انك بتكسب. مش عايز اقول الاهلي وحش، بس عايز اقول ان الاهلي من كتر اضاعه الفرص وتسجيل النصر لهدف التعادل فحسسنا ان المباراه يعني رايحه لاطار مش جيد بالنسبه لنا. انت الفرقه الكبيره طبيعي جدا ما تستقبلش من الفرقه الصغيره، لكن دي مباراه كؤوس وارد جدا انك تستقبل. يمكن الفرصه الوحيده اللي ما بين العارضتين والقائم هي اللي راحت هي اللي سجلها نادي النصر، وكانت عباره عن يعني خطا او اخطاء من اخطاء في التمركز من لعيبه النادي الاهلي، بدايه من احمد بيكهام ان هو قابل بسرعه عشان يساب وراه مساحه، اتلعبت الكره بالعرض المفروض يبقى في تغطيه كابتن علاء اتكلم فيها واتكلم فيها بشكل كويس جدا. المفروض ان الباك ليفت بتاعنا هو اللي احمد نبيل كان هو يعمل التغطيه السريعه، ما تسمحش الفرقه الصغيره انك تعمل اي كرات مرتده. انت طول المباراه انت مسيطر بتلعب بشكل كويس، الاداء بتاعك ريتمه سريع جدا، بتقدر توصل باقل عدد من الفرص الى المرمى، قدرت انك يعني تتاح ليك اكتر من فرصه للتسجيل. لكن برضو زي ما الكباتن قالوا ان احنا مش قادرين يعني نترجم الفرص دي. لو ترجمت الفرص كان النادي الاهلي بقى بشكل مختلف تماما، كانت النتيجه بقت مختلفه تماما. اللي انا بشوفه من الاجابات ايضا برضو ان النهارده في اكتر من لعيب من وجهه نظري ظهر بشكل جيد في اول ظهور بالنسبه له. يمكن زي مين؟ زي اتكلمنا على ناصر ماهر، قلنا ان اداؤه النهارده كان جيد. ناصر لعب الكره بيستلم ويسلم بشكل كويس جدا، عنده رؤيه في الملعب. النهارده خد بالك واخد بعض المهام مش بتاعته، هو بيلعب يعني يكاد يكون بيلعب ميد فيلدر يعني في نص ملعب تاني، فالنهارده بيحاول ينزل يعمل عمل يساند في عمليه الدفاع يا كابتن. طبعا في حين برضه لياقته البدنيه مش بالجاهزيه الكامله، فكون النهارده ان هو بيشتغل في الحته الدفاعيه والحته الهجوميه بالشكل ده اعتقد ان هو مكسب جيد للنادي الاهلي. عوده ناصر ماهر، وليد سليمان النهارده برغم برضه الفتره اللي غابها ادى بشكل كويس جدا، لعب على المرمى بشكل كويس قوي، يمكن صنع فرص للتهديف لم تستثمر وسجل هدف كان جيد بالنسبه للنادي الاهلي. فانا شايف ان عوده وليد برضو ان شاء الله يكون سليم، عوده وليد لصفوف النادي الاهلي كلاعب ممكن تحتاجه في بعض الاوقات دي حاجه
كانت مهمه جدا وحاجه ايجابيه في مباراه النهارده، وفي النهايه مباراه كاس انت عديتها ودي الافضل. صحيح. وده الهدف اللي احنا كنا بنتمناه من البدايه. صحيح. طيب هنروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ومن بعده الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظروا. تحياتي ليك كابتن ايمن من جديد متواصل معاك عقب انتهاء مباراه الاهلي والنصر بفوز النادي الاهلي 2-2، ويسعدنا يكون معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، اعتقد يعني مباراه الكاس دائما ما تكون صعبه، خاصه دور ال 32 دائما بيبقى فيه مفاجات، لكن الحمد لله خرجنا بالهدف اللي عايزينه من المباراه. الحمد لله طبعا، يعني هي دايما مباراه الكاس كده، يعني في حساباتها او ترتيباتها واستعدادها في العالم كله، يعني بتبقى الدوافع مختلفه، فمهم قوي ان انت تحقق الفوز الحمد لله رب العالمين، يعني وتعدل الدور ده الحمد لله. طبعا يمكن النهارده حققنا الهدف زي ما انت ذكرت، يعني وده اهم ما في اللقاء. يعني اعتقد النهارده في يعني اكثر من مكسب في المباراه، سعد سمير عوده وادى بشكل اكثر من رائع، احمد نبيل كوكا بيلعب في مركز جديد عليه، اعتقد كان في مكاسب كثيره غير كمان التاهل النهارده. طبعا يعني سعد بقاله فتره، وبوالي النهارده بيسجل، وكوكا بيقدم عرض كويس، ودي فرص بتيجي طبعا في للعيبه كلها اللي طالعه من تحت واللعيبه اللي جايه من الناشئين، يعني كلنا بدانا بالشكل ده يعني. فالحمد لله طبعا على المكسب، يمكن حتى اكرم كمان اطمنا عليه دلوقتي الحمد لله، يعني هي كدمه قويه شويه لكن الحمد لله الحمد لله، يعني الاشعه مش مطلعه اي شرخ ولا كسر الحمد لله رب العالمين. هو بس في نقطه يمكن يعني محيراني شويه وعايز برضو يعني الاقي لها حل الصراحه، يعني انا مش عارف احنا بنلعب هنا ليه في اسكندريه، يعني بنحب طبعا مدينه اسكندريه ونحب نجيها سواء كان في الصيف ولا الشتاء، لكن انا مش لاقي سبب واحد يخليني العب في اسكندريه. انا والنصر يمكن من 5-6 ايام نادي النصر بعت لاتحاد الكره جواب وبعت لنا صوره الجواب ان هو بيرغب في اللعب في القاهره. انا مش لاقي اي تفسير ابدا، ومهما كان اللي هيطلع ويتكلم يعني يقول لك اصل ارض محايده، اللائحه بتقول كده في الكاس ارض محايده، يعني طيب انا بلعب في استاد السلام ده ملعبي، والنصر لما كان بيلعب في القاهره وهو من القاهره بيلعب في استاد القاهره، طب ارض محايده ما تلعبنا في المقاولين العرب، تلعبنا في الكليه الحربيه، تلعبنا في بيتر سبورت، ايه الحكمه ان انا العب في استاد القاهره؟ ايه الحكمه ان انا اخد شنطي ومعسكري يجي اسكندريه وهو ياخد شنطه ويجي اسكندريه؟ ايه الحكمه؟ الحكمه لما اتذكر فيها المسؤولين قال لك يعني اصل قبل ترتيبات القمه يعني الزمالك وحرس الحدود هيلعبوا في مدينه السويس، فبالتالي عشان مبدا تكافؤ الفرص يبقى ده يسافر وده يسافر، يعني انهي حكمه بتقول كده؟ طب انا في الدور الثاني يعني اللي بيقول كده واللي بيصرح بده يعني قبل ما يقول التصريح يفكر فيه ويشوف المستقبل كان عامل ازاي ويشوف كمان التاريخ بيبقى عامل ازاي. يعني طب انا في الدور الثاني هلعب الزمالك يوم 10، عندي مباراه يوم 6 مع الاتحاد السكندري هنا في اسكندريه، الزمالك عنده مباراه يوم 6 مع سموحه، هيودي الزمالك وسموحه السويس عشان هنلعب في اسكندريه عشان مبدا تكافؤ الفرص؟ اعتقد ان ده يعني رد غريب جدا جدا جدا، ملوش اي علاقه ابدا بكره القدم، زي ما الدوري بيوقع قرعته وبتخليك ان انت تلعب قبل مباراه القمه مباراه خارج ارضك، ممكن تبقى في اسوان، ممكن تبقى في السويس، ممكن تبقى في اسكندريه، مباراه الكاس برده كده هي قرعه، يعني قرعه بتخلي فرقتين من القاهره يلعبوا في القاهره، او فرقتين من فرقه من القاهره وفرقه من خارج القاهره ممكن يلعبوا في حتة تانية. يعني ايه الحكمة في ان انت تودي فرقتين من داخل القاهرة عندهم الرغبة اللي نلعبوا في القاهرة ان يلعبوا بره القاهرة على مسافة 250 كيلو؟ ايه الحكمة في كده؟ الحكمة يقول لك اصل يعني عشان نبقى الكفتين متعادلتين، طب حلها نفس المنطق اللي انت بتقوله ده، هتحلها ازاي الدور التاني؟ الكفتين هيبقوا متعادلتين ازاي؟ يعني انا هلعب في اسكندرية والزمالك هيلعب في القاهرة، هيقول لي دي قرعة الدوري، طب ما دي قرعة الكاس. الحته الثانيه واللي برضو مش لاقي لها برضو تفسير الصراحه خالص، لان احنا بنقع في المشكله وبعدين تحل، يعني عمر الاداره ابدا ما بتفكرها وانت مثلا سايق عربيه ولا انت قاعد مستجم كده، اداره يعني تجيب جدول، تجيب نظام، تجيب تاريخ، تجيب مستقبل، تقعد مع ناس تاخد رايهم، تنسق مع الانديه. انا جالي جواب يوم 12 او 13 مارس، جالي جواب في النادي الاهلي، يعني اوله العنوان بتاعه كده، هو جواب ما كانش باين من عنوانه خالص لان العنوان كان حلو جدا لكن رده الفعل كانت غريبه جدا، قال لك يعني تسهيلا على الفرق اللي هتشارك في افريقيا، فتعالوا نقعد نشوف الجدول هيبقى ماشي ازاي عشان نتفادى ضغط المباريات ده قبل ما يجي للمباريات يعني. فروحنا وقعدنا وكنا شاطرين جدا وقاعدين، وقلنا لهم يا جماعه طب احنا عندنا مباراه كاس، يعني مهم قوي ان احنا نلعبها صحيح، لكن عندي مباراه الخمسه والسته في افريقيا ما بين المريخ السوداني، وعندي مباراه سيمبا، ايه المانع ان انت تحط لي مباراه الكاس دي وسطيهم؟ المانع ان انت تحطها لي وسطيهم؟ انا موافق على فكره، يعني انا
اللي موافق انا اللي هلعب وانا موافق. ما اعتقدش النصر كان هيبقى عنده مشكله لانه ما عندوش ترتيبات ولا ارتباطات افريقيه. حط المباراه دي وسط الفريقين دول، وخصوصا ان احنا كنا شبه ضمننا التاهل يعني للدور الثمانيه في افريقيا، عشان تسهل لي مباريات افريقيا. كان التصميم ان انت لا تلعب يوم 14، انت لو عملت كده ده كان اقتراحنا يعني احنا المتضررين. لو انت خايف عليا انا اللي عايز كده، حط لي المباراه بوسط دول، وكنت العب النهارده مباراه دوري بدل ما العب يوم 18 والعب 21 والعب 24 والعب 27 والعب 30 والعب 3 والعب 6 والعب 10 وبعدين اخش على الدور الثمانيه في افريقيا. يعني انت بتسلم نمر للفرقه اللي هتقابلها في 8 في دور الثمانيه، بتسلم لها نمر، بتسلم فرقتك نمر على طول، لان انت بتلعب كل 3 ايام، كل 48 ساعه انت في معسكر، كل 48 ساعه. والجواب بيقول لك احنا عايزين نسهل لكم عشان في افريقيا. اعتقد ان اللي حط الجدول ده ما اعتقدش ابدا ابدا ان هو بص في التاريخ لاي فرقه في العالم، اتحداه اي فرقه في العالم تلعب 7 مباريات كل 48 ساعه، اتحداه. في انجلترا الكل بيعمل كده، شهر فبراير ده كان عندهم يعني المباريات بتتضغط 6-7 مباريات في شهر فبراير تقريبا، فكل بيعمل كل الدوري كده. لكن اتحدى فرقه في العالم للي حط الجدول ده ان في فرقه تلعب يوم 18 و21 و24 و27 و30 و3 و6 و10، اتحداه. وبعدين تروح تلعب مباراه في دور الثمانيه، يعني لك انت وبعدين يقول لك ايه ده انت صعب عليك ان انت النهارده تلعب في القاهره عشان بعد 4 ايام هتقابل المنافس بتاعك. امال انت بتعمل ايه في انا كده في 7-8 مباريات؟ يعني كان من باب اولى حضرتك لو سمعت بس سمعت مننا، واحنا اللي عندنا الرغبه تحط لي مباراه الكاس دي وسط المباراتين، والنهارده كنت العب مباراه من ال6-7 اللي هلعبهم يوم 14، والترتيب هيبقى زي الفل. هلعب 14 ماتش في الدوري، هلعب مباراه الكاس وسط مباراتين في افريقيا، وبعدين هلعب النهارده مباراه في الدوري، وبعدين هلعب يوم 18 مع الزمالك عادي جدا، وبعدين بدل ما هقعد كل 3 ايام العب لا كنت هلعب يوم 21 مثلا، ويوم 25، ويوم 29، ويوم 2، ويوم 6. هتلعب مباراتين مثلا كل 3 ايام ومباراه كل 4 ايام. اعتقد ان ده كان التفكير السليم، كان مش عيب ابدا، مش عيب ان انت تنسق مع الانديه وخصوصا اللي بتشارك في افريقيا، مش عيب تسمع وجهه نظرهم، ما تبعتش جواب تقول انا عايز اسهل لكم وبعدين تقول لي هو ده. طب انت عايز تسهل لي وانا اديتك المقترح، انت مش بتسهل لي، انت يعني بتقحمني، بتفحتني ان صح التعبير، ان انت يعني تلعبي 7-8 مباريات كل 48 ساعه، 7-8 مباريات كل 48 ساعه. والنهارده يعني نفس العقليه اللي بتقول كده بتقول النهارده لا انا العب النهارده في اسكندريه ما العبش في القاهره عشان الطرف الثاني اللي هيلعب معايا يوم 18 هيلعب بره القاهره. طب انا بقى الطرف الاولاني في اللي جاي ده ما شفتنيش خالص؟ يعني هتقول بقى يعني تكافؤ الفرص في 7 مباريات والطرف الثاني بيلعب كل 4؟ انا ما بتكلمش، مش مساله بعترض. اعتقد اللي بيحط الجدول بس مش عيب ان هو ينسق مع الانديه، مش عيب ابدا، ده كان بيحصل وبيحصل مع كل العالم، حتى في العالم كله. يعني اعتقد ان مثلا يعني لو برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي هيلعبوا في اوروبا، اوكي، بيشوف الاول القرعه بتوقعهم داخليا ولا خارجيا وبعدين يحط لهم المباراه اللي بعدها، مش عيب التنسيق ده خالص. وبالمناسبه بقى عشان تبقى العمليه تكمل، يعني انا يعني امبارح اعتقد ان مصر كلها اتفرجت على طبعا على بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. يعني موتينج اللي يعني الجون بتاعه فكرني بجون ايمن اشرف، يعني توأم جون ايمن اشرف، توأم. يعني الفرق اللي لا اختلاف ما بين الكورتين دول او ما بين الهدفين دول. يعني سؤالي لكابتن عمرو الشناوي وكابتن محمد سلامه ميدو، يعني هل اوروبا اللي غلطانين ولا احنا المتطورين؟ يعني احنا اللي سبقنا العصر بالشكل ده. يعني اعتقد ان دي كانت حاجه اعتقد ان الناس خدت بالها منها، يعني اعتقد ان ما كانش في فرق خالص بين الهدفين. يعني ايا كان الوضع المباراه انتهت بحلوها وبمرها، يعني لكن مهم قوي ان احنا برضو يبقى في تنسيق. اتمنى يبقى في تنسيق بس ما بيننا وما بين اتحاد الكوره في حته المواعيد في المباريات، لان مش من غير المنطقي ولا المقبول ولا المعقول ابدا ان انا العب 9 مباريات منهم 2 قمه، منهم 2 قمه ومنهم دور الثمانيه بعديهم في افريقيا في ضغطه في اقل من شهر. يعني سؤال مرتبط بنفس الجزئيه، مين يتحمل مسؤوليه الاصابات اللي بتضرب صفوف الفريق خاصه مع الضغط ومباريات المنتخب كمان اللي دخلت اخر مباراتين للمنتخب وحمدي فتحي اصيب فيهم، وكمان الفتره اللي جايه مع ضغط المدرب؟ اسباب يعني طبعا في الاول والاخر اسباب، ممكن تبقى يعني ما بتلعبش وتتعور، يعني دي اسباب انا عارف كده كويس، لكن انا بتكلم دايما يبقى في يعني قاعده في اجتماعات في ترتيبات. انا ما بكلمكش على لوائح على فكره،
حتى اللوائح نفسها، حتى اللوائح نفسها، يعني اتمنى ان الناحيه السلوكيه والاخلاقيه هي اللي تسود. اللوائح ما فيهاش معلش، اللوائح ما فيهاش ده. طب نشوف الوضع ايه، اللوائح ما فيهاش صغير وكبير على فكره، يعني اللوائح ما فيهاش ده ولد صغير ونستحمله النهارده ونستحمله بكره. الغلطان غلطان، الغلطان غلطان، والا هتلاقي السلوك ده انتشر وبقت آفة عامة لكل الناس، ان يبقى فيه سب وشتيمة وتجاوز في حق ناس يعني كانت اساطير وعملت في الرياضة حاجات كتير جدا جدا، ومنهم اللي موجود ومنهم اللي رحل كمان يعني. فاعتقد ان اللوائح والنظام ملوش علاقة ابدا بالسن، لكن له علاقة ابدا له علاقة بالقانون. يعني لما تيجي تقول لي مثلا على مستوى المثال، يعني واحد عنده ضمير ولا واحد بيحكمه قانون؟ انا اقول لك اللي بيحكمه القانون. الضمير ده شخصي، يعني انا اختلف عنك، انا راجل مثلا يعني عندي سلوك كويس ومتربي كويس ولا حاجه، فضميري هيحكمني. لكن لو في قانون، في لائحه على الكل، في لائحه في منظومه على الكل، اعتقد ان التجاوز ابدا هيبقى مرفوض، او التجاوز مش هيتكرر يعني. فلو انت خدت موقف مع اي حد بيتجاوز صغير ولا كبير، بيلعب في الاهلي، بيلعب في الزمالك، بيلعب في اي مكان، اعتقد الامر مش هيتكرر يعني. اخيرا كابتن سيد، ومهم ان احنا بنقول الكلام ده واحنا كسبانين، كان ليك تعليق النهارده على الحكم الشوط الاول، واعتقد احنا بنقول الكلام ده واحنا كسبانين، كان هيسهل سير المباراه جدا باكتر من ضربه جزاء في الشوط الاول. يعني مش برضو يعني مش عايز اعترض على التحكيم خالص الحقيقه، انا مش من النوع اللي بتكلم في حته التحكيميه، حتى لو امور تقديريه يعني خلاص عدت لحالها، يعني عدت لحالها. لكن لما بيبقى النهارده ما فيش فار مثلا، يعني قد يكون الكابتن محمد عباس التقدير عنده اقل شويه، التقدير شافه من وجهه نظره كده، لكن انا بتكلم على الكره بتاعت ايمن اشرف، لان كان فيها فار، كان فيها فار، كانت سهله جدا ان انت تشوفها، وسهله جدا ان انت تراجعها وتشوفها بشكل كويس قوي، وان الاحتكاف في عالم كره القدم مقبول جدا، مقبول جدا، وخصوصا يعني مش عايز ارجع لها لان بقى لها فتره شويه كبيره يعني، لكن يعني بيجي لنا مثال لحد عندنا، وكان ربنا بيقول لنا يعني انتوا كان عندكم حق في كرة أيمن أشرف ديت، لأنها في الآخر بتأثر طبعا في الترتيب والنتيجة والنقاط. يعني أتمنى اللي هيبقى على الفار من الماتشات المباريات اللي جاية، أتمنى يعني يبقى في رؤية أوضح وأحسن وأسهل، والكاميرات تبقى واضحة والدنيا تبقى أسهل عشان كل واحد ياخد حقه. يعني بنرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، أهلا وسهلا بحضرتك. تحدي كابتن أيمن، وتحدي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن علاء ابو الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. نور يا كابتن. خلي كابتن كل سنه طيب. كل سنه طيبين. بدايه بنتكلم على الاول، مبروك نادي الاهلي طبعا في البدايه، وهارد لك لنادي النصر. طبعا المباراه النهارده كابتن ايمن بتلعب بدون الفار، وخلي بالك يعني احنا بنتكلم ان يعني ايه، انا عاوز بس اسال سؤال، وايه المانع نلعب بالفار في هذه المباريات؟ دي حاجه. الحاجة الثانية، بنروح لطاقم التحكيم النهاردة، وتحمل عبء المباراة اللي هي النهاردة موجودة بدون الفار. كان النهاردة موجود حكم الميدان محمد أحمد عباس الشير محمد مايو حكم الميدان، كان معهم مساعد رقم واحد كان عادل ماهر من منطقة الغربية، مساعد رقم اثنين كان صالح محمد منطقة الجيزة، والحكم الرابع محمود حسين. نروح للمباراة بشكل عام كابتن، هو حكم صاعد محمد احمد عباس، حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، سنه صغير. اعتقد النهارده هو يعني بذل جهد كبير جدا 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 في وجود في عدم وجود الفار كابتن ايمن، ودي كانت بتدي صعوبه شويه كابتن علاء على حكم المباراه. يكون حكم صاعد وبيلعب مباراه بدون الفار، اكيد بتبقى الامور صعبه عليه كحكم صاعد، بالعكس لما بيكون حكم دولي بيبقى هو واخد على الكلام ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بنتكلم في صعوبه مباراه كابتن ايمن النهارده، مباراه صعبه تحكيميا نتيجه الاحداث اللي هي سواء كان داخل الصندوق او نتيجه ال 1-0 ثم 1-1 ثم 2-1. بشكل عام هو النهارده بنتكلم على عنصر اللياقه البدنيه. حكم تميز بامانه بعنصر اللياقه البدنيه بكل عناصرها، سواء تحمل عام او تحمل سرعه او السرعه القصوى عند اللزوم. بيستخدم اسلوب وتنويع اسلوب الجري كابتن ايمن في الرشاقه والمرونه والخروج من محيط اللعب بشكل سهل جدا جدا وسلس، عنده القراءه الجيده وعنده التوقع الجيد للمباراه. نروح لمبدا اتاحه الفرصه، ودي كانت ميزه النهارده. هو عمل حاله جميله جدا جدا، كانت نفسي يكون عندنا الحاله، عمل حاله تقريبا من الثلث الدفاعي، وده احيانا بيقول الحكم ما تعملش اتاحه فرصه في الثلث الدفاعي، هو عملها بشكل جيد جدا جدا، وراحت عملت كان ممكن يجي منها هدف، عملها نتيجه القراءه الجيده. بشكل عام هو يعني الاخطاء الفنيه والعقوبات الانضباطيه ادارها بشكل كبير جدا بشكل جيد، باستثناء ويمكن انا بختلف معاه في الدقيقه 25 كابتن ايمن، وهي حاله من الحالات الصعبه جدا 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 كابتن علاء. يعني الحاله دي صعبه ليه؟ لان المخالفه هنا
تيجي من الكاميرا اللي هي خلف المرمى. انا كحكم جاي والركل النهارده يعني هو مروان محسن نجح في لعب الكوره تمام كابتن ايمن، اللاعب هنا المدافع لم ينجح في لعب الكوره وبالتالي هو كمل كابتن عادل كمل في الجسم مروان محسن. الرؤيه ما تبقاش اوضح لحامل الرايه ولا المساعد يشوف يا كابتن، كنت لسه هقول اهو، ولا المساعد رقم 2 اللي هو صالح يشوف، ولا الحكم اللي هو جاي، الحكم جاي من تحت هنا. عشان كده بنقول ايه، لو كان النهارده الفار موجود كابتن كان ممكن النهارده كان يساعد في هذه الحاله، بس هذه الحاله يمكن هو ادار المباراه بشكل جيد، نجح مع طاقم التحكيم في التعاون، كل الاشارات اللي هي خرجت من الحكام المساعدين سواء كان في التعاون في احتساب المخالفات القريبه هو شافها كلها، رغم ان هو مش موجود الفار، ولكن بشكل عام يعني اعتقد ان هو نجح في اداره المباراه. اتفضل كابتن. حاله اكرم توفيق اللي هو اصيب فيها دي، تمام، انا شايف في تعامد جامد جدا من اللاعب مع اكرم توفيق، ان هو بياخده الكره بشكل يعني انا كنت شايفه يعني تمام اقرب الى ضربه جزاء على ما اعتقد. شوف كابتن انا يعني بنتكلم في الحاله ديت، هو النهارده بنتكلم في هل اللاعب المدافع نجح في لعب الكره كابتن احمد ولا لا؟ يعني انا شايف ان في التحام قوي، ولكن هو الالتحام ده جه نتيجه بعد ما اللاعب نجح في ان هو يلعب الكره للاعب المدافع وبعدين حصل الالتحام يا كابتن شريف، ولكن لو كان الالتحام دوت قبل ما اللاعب يلعب الكره ابقى انا ماشي في ركله جزاء، مفيش فيها كلام، الجزاء صحيحه 100%. حتى لو اذاني بعد الكره هي ما هي دي بتيجي نتيجه الاحتكاك نتيجه اللعب، ولكن انا بقول الحاله يمكن اللي هي في فعلا فيها مخالفه لم تحتسب، وزي ما قلت ان الفار مش موجود، ونتيجه ان الحكم ما عندوش القدره ان هو يشوف المخالفه، هي كانت الدقيقه 25 بالتحديد هي حاله مروان محسن، ولكن نتيجه النادي الاهلي والفوز يعني اعتقد ان هو بيخلي التحكيم شكله كويس، حكم ادار المباراه بشكل كويس كابتن مع طاقم التحكيم. نتمنى ان الفار يكون موجود في كل المباريات اللي جايه، نتمنى من الحكام يعني يركزوا شويه في الصندوق وفي مناطق بس الجزء. كان في كوره للنادي الاهلي اتحسب التسلل الشوط الثاني اعتقد لصلاح محسن فشل حاجه خالص هو نص هو يعني كابتن احمد انا معاك 100% صح، يعني ويمكن المدافع مغطي يعني بالظبط الحاله طبعا شفناها لو النهارده معانا دي كوره هدف يعني لو معانا كوره هدف في الطبيعي يعني لو معانا الحالات بتاعتك عشان كده بقول لو النهارده في فار يا كابتن هو بيعمل ايه؟ لو الفار النهارده موجود يا كابتن احمد في هذه الحاله الحكم المساعد بيعمل ديلي للقرار بس في 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 نقطه هنا يا كابتن بعد اذن حضرتك ان الحكم يعني الحكم سافر على طول كمان منطقه يعني ما هو هقول لي سافر على طول هنا النهارده لو الفار موجود البروتوكول بيقول يا كابتن احمد لو الفار موجود انت كحكم مساعد اعمل ديلي شويه حصلت ديلي شويه للقرار، انما طالما الفار مش موجود خد القرار على طول، هو ده اللي حصل النهارده، الحكم خد القرار نتيجه عدم وجود الفار في هذا اليوم. كان موجود الفار في باريس سان جيرمان والباير وفي كوره برضو كانت مش اوفسايد، الحكم اتسرع وصفر فما كانش اوفسايد، كانت انفراد لل بالظبط ساعتها لباريس. هي دي نتيجه كابتن عادل كان في مترين بس ده كان خطا من خطا من الحامل اللي هو الحكم اللي هو اللاعب كان جاي من نص الملعب، كان امبابي طيب لعبه امبابي ايوه بس الحكم مش اللايز مان المساعد اللي رفع المساعد رفعه بالظبط كده يرفع زي ما هو عايز. انا كحكم كابتن عادل لو انا بطبق البروتوكول صح انا كحكم اخلي اللعبه تواصل ليه قرار بس هو ده اللي قلناه صح ما اللي قرر معايا وبعدين في الاخر خلاص برجع للفار لو رجع الفار في اللعبه ديت اكيد كان الهدف كان انفراد نفس اللون ولكن زي ما قلنا يا كابتن احمد على سؤالك في عدم تطبيق تقنيه الفار الحكم المساعد بيشوف بيحسب على طول، انما لما يكون في التقنيه موجوده البروتوكول بيقول ايه لو عندك تسلل او عندك قرار هتاخده اعمل تاخير شويه للقرار وسيب اللعبه تواصل وفي نهايه اللعبه الفار يقول القرار سواء كان في تسلل او كان في هدف من عدمه وهكذا. كابتن ناصر التيشيرت بتاع حارس مرمى النصر النهارده كان نفس اللون بتاع تيشيرت اللعيبه كلها ويتحسس ان هو بيلعب ستوبر مش حارس مرمى. هو احيانا الكابتن في الملعب بيفرق شويه بيختلف، ولكن في التلفزيون اعتقد بيبان ان اللعيبه، ولكن احنا بنقول في قبل المباراه ديت كابتن شريف ما حسيتهاش انت زي انا حسيتها كده يعني
طبعا. ولكن قبل المباراه دي بيبقى في البروتوكول، في ميتنج ماتش بيبقى في الفريقين وعارفين الحارس هيلبس ايه والحارس البديل هيلبس ايه، والقطم دي مهمه جدا جدا في اي مباراه بتتعمل. ولكن في النهايه بنقول تاني مبروك نادي الاهلي، بتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه، ونقول التحكيم يا رب وفق التحكيم في المباراه القادمه، نفسنا نشوف التحكيم المصري في افضل اشكاله، وخاصه في المباراه اللي هي المسابقات المحليه. كابتن عيد باذن الله رب العالمين، شكرا جزيلا كابتن التحكيم كابتن نصر عباس، امتعتنا. شكرا كابتن عيد. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي والنصر في دور ال 32 لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 وتاهله لدور ال 16. الف مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله المباريات القادمه. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر نورتنا. شكرك كابتن ايمن، والف مبروك وعقبال الماتشات الجايه كلها باذن الله، وكل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن ايمن، والحمد لله ما فيش مفاجات. الحمد لله رب العالمين. كابتن علاء ميهوب شرفتنا يا كابتن. شكرا يا ايمن، ومبروك للنادي الاهلي، ومره ثانيه كل سنه طيبين وكل سنه سالمين. الصحه والسلامه يا كابتن. كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن نورتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.